مساء الفل والهنا والسعاده والتفاؤل والحب، مساء كل حاجه حلوه عليكم، ورجعنا لكم تاني بحلقه جديده من عشها بسعاده. طبعا موضوع النهارده موضوع شيق جدا، هنتكلم فيه عن اعز شيء عندنا ولادنا. طبعا في مشاكل كتير قوي بتقابلنا في الاسره مع الاولاد في فتره المدارس. حبيت ان انا الحلقه ديت ان انا نستفاد منها ان احنا يكون معانا الدكتوره اللي مشرفاني ومنوراني دكتوره اسلام طلعت. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه. عرفي نفسك بمشاهدين قناه الصحه والجمال. معاكم دكتوره اسلام طلعت، استشاري صحه نفسيه وارشاد اسري. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طبعا انت عارفه يا دكتوره احنا الفتره ديت طبعا اولادنا مشاكل كتير قوي في المدرسه، كتير اولياء امور مش بياخدوا منهم او الاسره نفسها مش بتاخد بالها من الاولاد. ايه المشاكل اللي بتقابلك في العياده عندك خاصه بالاطفال؟ الاطفال طبعا حاجات كتير قوي، التنمر، الطفل المتسلط، الطفل العنيد، السرقه، الكذب، كل ده مرتبط بالتاكيد بالتخصص بتاعك. عايزك بقى تكلمينا عن في الاول برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين. الاول هنتكلم عن الطريقه الصح اللي احنا ممكن نربي بيها اولادنا اساسا، يعني في الاول. وانا بشوف في البدايه ان انا اكتر حاجه ممكن اقدمها لابني عشان يبقى تربيته سليمه ان انا في الاول ابقى اكون قدوه حسنه ليه، لان الطفل بيحب يقلد وبيشوف انا بتصرف ازاي وبيعمل زيي. عندنا قاعده تربويه في الصحه النفسيه بتقول المحاكاه، التقليد والمحاكاه اهم من النصح والارشاد. بمعنى ان انا لما بشوف الاب والام بيتبعوا سلوك معين ببقى زيهم، بحاول اقلد طول الوقت وارتب حياتي وطريقه تربيتي زي بابا وماما. كمان في الطرق التربيه ان احنا لازم زي اب وام يفهموا كويس قوي ان الرعايه مش مقتصره على الرعايه الماديه، لان للاسف في اباء كتير وامهات بيجوا الطفل وصل لمرحله الاكتئاب ويقول لي انا الحمد لله مش منقصه حاجه، هو مش ناقصه حاجه. بالزبط. هو بيقصد كده في الاحتياج المادي، لكن فين الاحتياج النفسي، الاحتياج العاطفي؟ هل هو الطفل ده عنده اشباع عاطفي، عنده اشباع نفسي، بيتعامل كويس، بيتعامل باحترام، عايش انا موفر له بيئه اسريه سويه، اب وام في حاله استقرار نفسي، ولا انا ايه وفر له ايه بالظبط؟ طبعا الوعي عندنا كاباء وامهات لازم يبقى عندنا وعي ان الرعايه مش مقتصره على الماديات، لا لازم انا ابني بيعيش في بيئه ما فيهاش صراعات، ما فيهاش عنف لفظي، ما فيهاش عنف جسدي، بشوف احتياجاته ايه. وكمان انا في اسلوب التربيه الاب والام لازم يبقوا متفقين هما الاثنين على اسلوب التربيه، اسلوب الثواب العقاب. التذبذب في التربيه طبعا منتهى الخطوره، ولا الدلع الزياده دكتوره برضه، التدليل الزايد غلط جدا، لان بيخلي الطفل بيطلع اعتمادي معتمد على الاب والام بصوره بالزبط. كامله. كمان الحرمان الزايد كمان ده مشكله كبيره. الحرمان العاطفي اصعب من الحرمان في حاجات تانية. كمان ان انا لما اوفر لابني في البيت جو فيه احترام الاب للام، هو هيحس بالامان. الطفل اللي بيعيش في بيئه فيها صراعات وفيها خلافات اسريه بيبقى مفتقد الاحساس بالامان ده. بالزبط. بيتحول بيترجمه لنا بقى سلوكيات لجلجه، تهتهه، زي ما احنا هنقول دلوقتي السرقه، الكذب، حاجات كتير كلها بيترجمها عدم احساسه بالامان. بيدخل فيها برضه الطفل المتسلط اللي هو بيبقى عايز كل حاجه. ده بيبقى نتيجه للتدليل الزايد ان انا بلبي كل احتياجات طفلي من غير مناقشه. ده بتبقى مشكله، بيطلع طفل متسلط وده بيحس ان كل حاجه في الدنيا الملكيه خاصه ليه، ان هو مباح ليه يعمل اي حاجه في الدنيا وياخد كل حاجه. ايه اللي بيخلي الطفل يلجا للسرقه رغم ان كل حاجه متوفره له؟ يعني حتى الماده كمان متوفره. زي ما قلت لحضرتك سببين، هو اول حاجه التدليل الزايد. يعني ايه؟ ان انا طفلي ده معوده ان كل حاجه عايزها بستجيب ليها وبجيبها له، كل حاجه مباحه، اي حاجه نفسه فيها في اي وقت بتتجاب، فهو اتعود ان اي حاجه مباحه ليه. فبالتالي لما يروح المدرسه يشوف حاجه عجبته مع زميله او حاجه مع اخته بياخدها، من باب ان هو مش متعود ان هو يشوف حاجه وما ياخدهاش،
برضو حاجة تانية الحرمان، ان انا بقول ايه عشان ما يبقاش مسرف عشان يعرف قيمة الحاجة، المبالغة في الحرمان بتخلي الطفل عنده احتياج، وبالتالي لما بيشوف الحاجة دي بيبقى نفسه ياخدها وبياخدها. طبعا السرقة ده ما اقدرش اوصف طفل قبل سن 7 سنين واقول عليه ده بيسرق، لان قبل 7 سنين هو مش مدرك القواعد الاجتماعية والدينية كويس قوي، مش عارف لسه الصح والغلط، الحلال ولا والحرام. يبقى الدين ليه اساس طبعا، اكيد ده اساس، ان لازم اعود الطفل انه يكون قريب من ربنا. ايوه، ولازم يعرف ان ده حرام وان ربنا شايفه، ومش خوف مني انا، خوف من الله. بس هو قبل ال7 سنين هو مش مدرك، لكن لو جالي ابني مثلا عنده 3 سنين أو 4 سنين اخذ حاجه من زميله في الحضانه، ما ينفعش انا كأم اقول له حرام، انت كده هتخش النار وربنا هيحرقك وانت كده حرام. ما ينفعش ابدا ان انا اصفه بالصفات دي وان انا احسسه كده بالعار ان انت عملت حاجه مش لينا. هفهمه بالراحه ان ده سلوك خطا، ان الحاجه دي مش من حقنا، احنا هنرجعها لصاحبها ونعتذر، وابدا اوضح له ليه هي غلط وليه هي حرام وليه ما ينفعش ناخد حاجه مش بتاعتنا بصوره بسيطه مبسطه من غير تخويف. لكن بعد سن 7 سنين بيبقى طبعا كده محتاج تعديل سلوك، يعني لما الطفل بيسرق بعد سن 7 سنين دي هنا بقى انا اقول لك لا في مشكله محتاجه تعديل سلوك، هبدا اشوف ايه السبب اللي عنده، السبب ده نفسي او احتياج، وادخل الام والاب في تعديل السلوك. يبقى احنا كده بننصح الاب والام ان اول حاجه الالتزام بالدين، الصلاه، قرايه القران، القرب من الله. وعرف الطفل امور دينه من سن 7 سنين طبعا، المفروض يبقى عارف ايه الحرام وايه الحلال، ايه المفروض اعمله وايه المفروض ما اعملهوش، وده هيساعدنا ويسهل علينا حاجات كتير جدا في التربيه. الشباب اللي طلع دلوقتي طبعا بنات واولاد، مش هقول بنات بس، دايما ما بيحكوش كل حاجه خاصه بيهم للاب والام، للاسره نفسها، فبيبتدي بقى تبص تلاقي الشاب بيخطا، البنت بتخطا، ايه السبب؟ السبب بعدنا كاسر عن ولادنا، اعتمدنا ان هم عندهم اصدقاء كتير وعندهم مواقع التواصل الاجتماعي. هنرجع برضو برضو لتاني مره بنقولها ان ايه، ان مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب، يعني برضو التكنولوجيا الحديثه اثرت علينا اسريا، اثرت كتير، لان هتلاقي البنت عندها اصدقاء كتير، عندها حاجات كتير بتشغلها على الانترنت، عندها حد كتير تتكلم معاه، يعني بعدت عن الام انها تتكلم معاها، او والولد بعد عن ان هو يتكلم مع بابا، بقى بيتكلم مع اصدقائه وفي الجروبات اللي هي بيتسبب مشاكل كتير، الجروبات الاجتماعيه الغير مقننه اللي بيخشوا فيها اولادنا، وحتى الستات برضو الجروبات النسائيه بتبقى منتهى الخطوره، لانها بيخشوا فيها يعرضوا مشاكلهم وبيقترح عليهم قرارات في منتهى الخطوره، المفروض ما الكلمه تحتسب، يعني مثلا لو واحده عندها مشكله اسريه بتخش في جروب تسال لا انت كده اتطلقي اتطلقي، فتلاقي مثلا 300 راي او الاف الاراء لا اتطلقي، ما ينفعش. هناخد مداخله تليفونيه معانا نوال. الو الو اهلا نوال. اهلا نوال، نوال من البحيره. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي يا فندم، الدكتوره معاكي. لو طفل قبل ال5 سنين يعني يحاول يلمس نفسه، يعني حاول ايه؟ نعمل معاه ازاي؟ حاول ايه يا استاذه نوال؟ الطفل لو قبل ال5 سنين فهمتك. لو طفل حاول يلمس نفسه قبل ال5 سنين يعني اتعامل معاه ازاي؟ طفل ولا طفله؟ طفل، طفل ذكر 4 سنين. ماشي. لو حاول يعني يلمس نفسه انا اتعامل معاه ازاي؟ حاضر، الدكتور هتجاوبي. هي هي بتقول لو طفل 4 سنين حاول، هو طفل طفل قصدها هنا ممكن تكون قصدها في التربيه الجنسيه، احنا هنرجع نتكلم في نقطه في التربيه الجنسيه. اول حاجه 5 سنين 4 سنين طفل غير مدرك، انا مصدره اللي هوجهه، اعرفه كل عضو في جسمه بمسمى ايه، وايه اللي ينفع يتلمس وايه اللي ما ينفعش يتلمس، وان ده كده سلوك غلط وغلط ليه بمنتهى الهدوء، وكمان ما لفتش نظره قوي او احس ان هو عمل جريمه او كارثه، لان ده هيخليه عايز يستكشف اكتر. طب دكتور هسالك برضو سؤال خاص بيها برضو، هل ممكن يكون شاف اي حاجه قدامه؟ اكيد. وكمان ممكن يكون هو بيستطلع، يعني هو السن ده بيبقى عايز يكتشف كل حاجه في جسمه، ايه ده وليه وكده، فانا ما اتخضش، ما لفتش نظره، ما لفتش نظره تماما، بس بعد كده ما يعدي الموقف انا اوعيه ايه اللي يتلمس في جسمنا وايه اللي ما يتلمسش، ومين يشوفنا ومين ما يشوفناش، اوعيه بس بهدوء عشان هي برضو تكون هي سامعانا دلوقتي.
ان انت هتتعاملي معاه بهدوء. لكن لو اتضرب واتعنف هيفضل عنده اصرار، طب انا اتضربت ليه؟ طب ليه؟ انا عملت عنده استكشاف زياده. أوه. عايز يكتشف اكتر. ميرسي خالص. حضرتك عايزين نعرف ايه هو، مين هو المتنمر؟ ايه هو التنمر ومين المتنمر؟ التنمر ده بيخش تحت بند السخريه، طبعا السخريه شيء محرم دينيا واخلاقيا. المتنمر ده شخص غير سوي نفسيا بالمره، عنده مشاكل نفسيه، اما هو اصلا وهو صغير تعرض للتنمر كتير فبيعمل زي عمليه اسقاط على غيره، يعني هو عنده مشكله تعرض للتنمر فخلاص زي ما يكون بينتقم او بيعمل اسقاط على غيره فبيتنمر عليه، او هو شخص نشا في بيئه اسريه غير سويه اخلاقيا، ما وجهتهوش اخلاقيا ودينيا صح. بس لو طفل صغير، يعني انا هقول لك موقف جه قدامي في بعض حلقات مع شخص، هي مدرسه في مدرسه مصاب بحروق، عندها اصابه في ايدها، فهي في اليوم ده نسيت ان هي تلبس الجوانتي فراحت المدرسه من غيره، فالطفل اللي شافها روح البيت قال لوالده ان هو خاف من ايدها وان لازم المس ديت تمشي من المدرسه، فالولد كل اللي اخده ان هو كلم النظره وقال انها لازم تمشي، طبعا هو كده حكموا عليها ومشوها خلاص، ما يعرفوش ايه ظروفها، ما يعرفوش هي محتاجه ولا لا، طب اللي احنا عملناه معاها ده ممكن يأديها يخليها ان هي تعمل غلط لان هي مش لاقيه برضو مكان تشتغل، فكده احنا ساعدنا الطفل على ده التنمر برضو. ده بدايه ده، بصي كده الطفل بينشا في قمه التنمر يعني. طب ده نابع من الاسره، ليه حضرتك بتقولي راح لاهله وقال لهم ان انا مش عايز المدرسه دي ومشوها، يعني هم استجابوا، كان المفروض يعملوا ايه؟ يبقى هنا اللي محتاج تعديل سلوك الكبار قبل الاطفال. بالظبط كده، تعديل تفكير وتعديل سلوك، كان المفروض يوعوا ان ده دي شخص زينا زيه عنده اصابه، ربنا قدر عليه كده، اي حد في الدنيا معرض انه يحصل له اللي حصل لها، واحنا لازم ندعمها نفسيا ان احنا كده بنجرحها، واحنا لازم نتقبلها لان دي حاجه هي ملهاش ايد فيها، وكان المفروض احنا كاباء وامهات في البيت نوعي الطفل مش نروح المدرسه نخليهم يمشوا المدرسه. بالضبط. طبعا مصاب الحروق بيبقوا من اكتر ضحايا التنمر تضرر نزول احتياجات برضه، او ذوي الاحتياجات، لانه يعني ساعات بيمتنعوا ان هم يخرجوا في الشارع عشان التنمر اللي بيتعرضوا له، لان احنا ما عندناش وعي او عندناش وعي نفسي، هم اصلا بيبقوا عندهم ضغط ومعاناه نفسيه رهيبه، فمش متحملين مننا ان احنا نحرقهم تاني بكلامنا او نظراتنا ليهم، المفروض احنا لما بنشوفهم لا نبدي التعاطف الزياده معاهم، نعاملهم زي شخص طبيعي لان هم شخص زيهم زينا زيهم واي حد معرض لكده، ولا نبص عليهم نظره فيها تنمر او كده، يعني عشان ايه ما نجرحش شعورهم. بالظبط. ولو قلنا له كمان دكتور اضيف حاجه، لو قلنا له ان احنا نحط نفسنا في نفس الموقف اللي هي فيه، يعني تخيل ان دي مامتك، ده دور الاب والام اللي هم يقولوا كده. ايوه بالظبط، تخيل ان انت في نفس وضعها وانا خفت منك، انت هيكون موقفك ايه؟ كان ده هيغير كتير قوي في نظريه الطفل للمدرسه. طب حضرتك تخيل الطفل ده لما يكبر هيبقى ازاي؟ طريقه تفكيره ازاي؟ طريقه تفكيره في الناس ونظرته للمجتمع ازاي؟ هو ده من ضمن التدليل الزايد اللي انا ده مش عاجبك اللي احنا خلاص بنلبي لك طلباتك اللي انت عايزها. طب انا اربي جواه روح الانسانيه والاخلاق وانمي جواه روح الدين اللي امرنا ان احنا بالرحمه والتعاطف مع غيرنا ازاي؟ هو السن ده اللي انا بكون فيه كده. معانا اتصال ابراهيم من اسكندريه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ ابراهيم، معاك. لو سمحتي كنت عايز اعرض مشكله على الدكتوره اسلام. اتفضل دكتوره معاك. انا عندي اخويا ابنه يعني عنده 5 سنين بس يعني مش عارف اقولها لك ازاي يا فندم، بس لا تفضل. هو يعني كل ما يعني ما يشوف مع والدته ولا مع ابنه قصدي ولا مع ابوه حاجه بيسرقها. عايزين نعالج المرض ده ازاي مع ان الدكتوره اسلام قالت ان الكلام ده بعد 7 سنين، هو عنده 5 سنين وعنده المشكله دي، عايزين نعرف حلها. طب حضرتك اسالك سؤال، هل الاب او الام بيحرموه من حاجات؟ لا مش بيحرموه من حاجات يا فندم، بس هم يعني بيسيبوه في البيت لوحده كتير فيرجعوا يلاقوا الحاجه دي مش موجوده. هم متاكدين ان ده ابنهم. حاضر دكتور، هتجاوب. كنت عايز اعرف حل المشكله دي ايه يا فندم، عشان يعني ابو الولد اللي هو يعني اخويا بيعاني كتير من المشكله دي، ومع ان هم ماديا كويسين. تمام، خليك معانا وتابعنا والدكتور هتجاوب على السؤال. الطفل ده حضرتك غالبا هيكون عنده مشكله نفسيه ان هو عايز يلفت النظر او الانتباه، او عنده روح ان انا عارفه
السخط، يعني انتوا مزعليني في حاجه او انا متضايق من حاجه فانا هعمل كده. طب هلا هم بيسيبوه في البيت يا دكتوره؟ ده نتيجه ان هم بيسيبوه في البيت ان هو ممكن تخليه يعرضه لكده ان هو يتعلم السرقه؟ ده ممكن ده الطفل لو لما بيلاقي باباه ومامته بيسيبوه في الحضانه مده طويله فبيعمل اي حاجه انها تضايقهم، يعني ان انا كده الوضع ده بيضايقني فانا اعمل حاجه تضايقكم. طبعا ده بيبقى لا شعور من الطفل، طبعا السن اللي هو بيقول عليه سن صغير. اعمل ايه في ده؟ ان انا ابدا احكي له قصص كتير عن الامانه وبطريقه غير مباشره، ان انا في قصص الاطفال بتاعتنا دي ابدا احكي له قصص كتير بتتكلم عن الامانه وربنا ازاي امرنا ان احنا نبقى امينين وما ناخدش حاجه مش بتاعتنا والخصوصيه واحترام الخصوصيه، وابدا اشبع احتياجاته النفسيه لان انا متاكده ان الطفل ده عنده احتياج نفسي معين بيعوضه بان هو ياخد الحاجات دي. احنا في حاجه برضو هنقولها، هل الام عندها وقت ان هي تقعد تحكي قصص؟ ما هي برضو ممكن ترد الرد ده، انا ما عنديش وقت انا بشتغل. القصص الصغيره دي ممكن تاخد دقيقتين او خمس دقائق بالكتير وهي بتذاكر له او بالليل يسمعها، يبقى عندي مغزى ان انا اعرفه اصول الخصوصيه والامانه، بيعرفها بطريقه غير مباشره، عشان انا قلت له لو ما تعملش كده تاني هيعمل كده تاني، لان هو بيعمل كده مش بدافع ان هو محتاج، بدافع لفت النظر، بيلفت انتباههم ليه عشان ينتبهوا لي مش اكتر من كده. وعايزه اطمنه ان ده بياخد وقت معين والطفل بينسى ما بيبطل يعمل كده، يعني مثلا بس محتاج منهم برضو ارشاد او طريقه معامله علشان خاطر يتعلم الاحتواء. انت بتعمل كده ليه؟ احنا انت قلت عايز كذا واحنا ما جبناش. والعقاب، العقاب بقى مش الضرب، العقاب اللي هو الحرمان، الحاجات البسيطه، العقاب اللي هو بسيط ان انا احرمه من حاجه. اعمل حاجه ثانيه ان انا اكافئه ان هو لو ما عملش كده ان انا ليك مكافاه لو عملت كده تاني هزعل منك وهخصمك. التحفيز ده ليه طريقه سحريه ان انا مثلا ابني عمل حاجه بسيطه جدا افضل امدح فيه فبيعزز جواه سلوك الاحساس اللي هو عايز يعمل السلوك الايجابي ده كذا مره، عايز يبقى كده كتير، عايز يحس ان هو طفل محبوب فهو عايز يكمل ان هو يبقى كده. طبعا التعزيز ده صفه جميله جدا ولازم نعززه، لو هو عمل حاجه بسيطه اقول له كويس ان انت ما اخدتش كذا، كويس ان انت كان ممكن تعمل كذا وما عملتوش، انت شاطر انا مبسوطه منك كده. تمام. هنرجع بقى للسؤال اللي انا اتكلمت معاكي فيه، الشباب والاولاد اللي هم بيخطئوا كتير قوي والاسره نفسها بتبتدي تعاقبهم، انت ليه بتعمل كده؟ بيبقى شاب مش صغير في اعدادي في ثانوي في الجامعه، دايما بيخبوا كل حاجه عن الاسره، مش بيقولوا لهم اي حاجه، دايما بيلجا لصديق عشان يحكي له مش بيلجا للبيت. عشان ايه السبب؟ الاسره ما بقتش متفهمه الجديد في الحياه، مش متقبله الاوضاع بتاعت السن والاعمار بتاعت المراهقين. يعني لو جه ابني حكى لي ابدا انا اول حاجه ازاي انت عملت كده وازاي وكده غلط وكده، لكن مش بصاحبه، مش بقرب منه، بسمعه زي ما صاحبه بيسمعه، مش بفهم وجهه نظره واوصله وجهه نظري من غير تعنيف، من غير ما اقول له انت خلاص مش هتعمل كده تاني، انا هقول لباباك كان كده غلط، كان كده غلط خطر، لا اسمعه زي ما صاحبه او صاحبتها بتسمعها انا كمان اسمعها، وانزل لمستوى سنها ومستوى تفكيرها بالاقناع، ولو ما قدرتش اقنعها احاول مره واثنين وثلاثه، بس برضو افضل مصاحباها وقريبه منها واسمعها. للاسف الاسر كتير من الاسر مش فاضيين يسمعوا تكنولوجيا الفيس والواتس، هم ناسيين كل حاجه بيه. في بنات صغيره مراهقين يعني برضو عشان ما فيش حد يهاجمني سواء ست او راجل. ايوه يعني هو طول الوقت على الموبايل ما بيقعدش مع الاسره، قاعد على الموبايل برضو نفس الكلام، الام نفس الموضوع، ما بتسالهمش لما بيغلطوا، ما بتحاولش ان هي لو غلطت تقول لها ماشي تعلمي من غلطك الفتره الجايه تعلمي الغلط بيعلمك الصح. فهي لو الام عملت كده مع اولادها بالتاكيد مش هيبقى في اي مشاكل في الاسره اكيد. وهي اصلا في بنات في سن صغير بتجيلي منهاره عندها مشكله، طب فين ماما من المشكله؟ تقول لك ماما مش بتسمعني، ماما لو عرفت كده هتبهدل الدنيا، اصل ماما كتير بحاول معاها انها تسمعني وتقول لي انا مش فاضيه. فهم هم عايزين حد يسمعهم مش اكتر من حد يسمعهم ويفهمهم، يفهم مشاكلهم. الوقت طبعا نوعيات مشاكلهم جديده علينا لازم نتقبلها. الوقت عدى مننا بسرعه، انا عايزاكي بقى تقدمي نصيحه لتقليل انتشار العنف مع الاولاد الاطفال والشباب. عشان نقلل انتشار العنف، المصدر، المصنع، الاسره. انا لما ابني ينشا ما شافش عنف في البيت، ما اتضربش،
ما شافش عنف بين بابا ومامته ولا لفظي ولا جسدي، بالتأكيد هو هيطلع ما عندوش عنف، لكن العنف ده بيبقى مصدره الأسرة. الطفل العنيف بيبقى اتعرض لعنف من أسرته، من الأب أو الأم، فهو بالتالي بيمارس العنف. مفكر إن ده طريقتنا في التعبير عن آرائنا، إن هي العنف اللفظي والجسدي. هو وقتنا طبعا عدى بسرعة يا دكتورة. طبعا احنا كنا نتمنى ان الوقت معاكي يطول اكتر من كده، وان شاء الله هيكون لنا حلقات معاكي ان شاء الله الفتره الجايه. وطبعا احنا برضو بنقدم من برنامج عيشها بسعاده ان كل اسره تاخد بالها من اولادها وبتشوف ايه اللي ناقص تحاول تكمله. بلاش التنمر، يعني انصحوا اولادكم خليهم يعيشوا نفس اللي هم شايفينه، يعيشوه لمده دقيقه او دقيقتين علشان خاطر نعلمهم ازاي يعتمدوا على نفسهم وازاي يبصوا للناس نظره كويسه عشان يقدروا يكملوا حياتهم. انا سعيده طبعا ان انا كنت معاكم، وانتظروني في الجزء الثاني من برنامج عايشها بسعاده.